يقول: هل تقبل توبة المستهزئ بالله ورسوله؟ يعني قبول التوبة نوعان، قبول التوبة من قبلنا، قبول التوبة من قبل الله. من قبل الله تبارك وتعالى الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، تقبل. أما عندنا نحن المستهزئ بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالله عز وجل، هل تقبل توبته؟ يقول أهل العلم: تقبل توبته ما لم تتكرر. فإذا تكررت منه هذه الأفعال فهذا يسمى عندهم بالزنديق، وهو الذي يرتد ثم يتوب ثم يرتد ثم يتوب ثم يرتد، يقول يتكرر، يقول هذا من قسم المنافقين الزنادقة، فيقول لا نقبل منه، نقتله. وقبول التوبة وعدم قبولها عند الله تبارك وتعالى، لكن يقتل مرتدا فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين.